استهداف مسجد سيدنا أبو بكر الصديق والمئذنة بقذائف المدفعية الثقيلة. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. هكذا أصبحت بيوت الله أيها العالم. لن نعد نخاطب العرب والمسلمين، لأنه حتما لم يبقى لا عرب ولا مسلمين. لو بقي منهم أحد لانتصروا لبيوت الله. حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل. إن للبيوت ربا يحميها، وهو الذي سيحميها ويعمرها بإذن الله تعالى. مع ضميت الشام 21/1/2013.